أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الموت في مكة والدفن فيها له ميزة على غيره من البلدان؟ هل إيش؟ الموت في مكة والدفن فيها هل له ميزة عن غيره من البلدان؟ الأصل أنه ما ينفع الإنسان إلا عمله في أي مكان دفن، هذا هو الأصل. ولكن إذا حصل مع الإيمان ومع الدين والعمل الصالح أنه يدفن في الحرم، هذا له ميزة لا شك، هذا له ميزة. وموسى عليه السلام لما حضره الموت أمر أن يقرب من الأرض المقدسة بقدر رمية حجر، دل على أنه إن الدفن في الحرمين أو في الأراضي المقدسة له ميزة مع الإيمان، مع الإيمان والعمل الصالح. نعم. وأما من كان عمله سيء هذا ولو دفن في وسط المسجد ما ينفع شيء، ما ينفع. وأما من كان عمله صالح فهذا لو دفن في أي مكان من الأرض فإنه له عمله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.